أما اللهم صل على محمد وآل محمد. الجديد بس يما أبو حسن ترى وداعا للمي الذهب. بعد ما عندنا شيء اسمه برده مي الذهب. شنو أبو حسن؟ عمي الإيطالي الدمال الجمال والدلال. سولف لي دمارات. سولف لي شنو؟ روح لي روح لي غاد روح لي غاد. شوف الأسود الإيطالي أبو اللمعة. شوفوا لي شرط إذا طاحت اللمعة ترجع ليها والله. شوف الإيطالي، شوف له هذا اللون الأوفايد الحليبي كله دمارات، قماش إيطالي درجة أولى. شوف الأزرق تونس لعمي أبو حسون ضيم. هذا شنو هذا؟ شنو هذا؟ قنبلة الموسم عمي، قنبلة والعدة هيك قماش خلي بارزني حج المشمش الغامق. ويوي وعلي نقشة من فوق اللي جوا عبارة عن لمع. شوف هذا التركوازي حج شنو؟ شي مرتب شي جديد. تدرون بي ما يذهب بعد ما نشتغل بها عمي، أحسن غير الكم بالإيطالي. هذا القماش الإيطالي. شوف له حجي، شوف له هذا اللون ضيم الكاكاوي. شوف له هذا الرصاصي. شنو ابو حسون؟ وهذا رصاصي. شوي لك الطم الطم هذا. شوف له هذا الازرق الفاتح، اكو طوخ واكو فاتح. شوف له هذا الطوخ الفاتح العفو. مشمش مشموش مشمش يا مشمش. شوف له شحلاته ركز لي بالنقشه. تعال شوف له هذا يورو العلاوي. هذا حج البيجي. هذا البيجي تونس لي كله لمع. شوف لي الجوزي بخير من الله الوان. شوف لي الجوزي هذا شي مرتب وحلو. ونرجع قلنا لكم على الملك، الملك عم الازرق الازرق الطوخ. شوف لي شي مرتب وحلو. شوفوا هذا الاوفايت الاوفايت. شوفوا هذا التركوازي الدرجه الثانيه. شوفوا لي شي مرتب وحلو. شوفوا لي الجوزي، الجوزي فاتح. شنو ابو حسون هون؟ حج من الاخير اختصر لك اياها. مو يبون ب 35؟ اي يمي بيش 30 28 الف. لا حجي ليش مو ب 30؟ ب 28 يدللون كسر الشم والله زبانك يدللون حجي. عمي شوف لي اياه، شوف له هذا هذا البيجي الفاتح جوجوزي. لك الالوان تدوخ والله ما ادري شو اسم الالوان. هذا رصاص الفاتح. هذا سمنت عمي، ايش عندك دخل طيني. شوف له هذا اللون، يا لون هذا ما اعرف غلس غلس. هي ولون وعدل، هي الوان تصدر ابو حسن. هي بعد هي ام لامينة هي تختار. هذا الجواز الفاتح. تعال علاوي تعال حبيبي ابو حسون. بيش حبيبي حجي قلت لك تجي هاي قطعه، تجي بجنطه قطعتين. اي هاي قطعه. شوف لها هاي قطعه حبيبي. أي. وهاي قطعه بيش صارت قطعتين قطعتين بس ب 28 توصيل جميع محافظات العراق. عنواننا ضماننا بغداد مدينه الصدر شارع الدسيم. تونس عمي تحياتك.